بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى كل من دعا بدعوتهم وسار على منهجهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحصة يعدان نسوك دوال في البداية الحياة الشيخ توفيق المدني رحمه الله مشيت روح توشلتي السياقي عار تونس ديني ديلول دين رايغر أمشي خدم السياسة دي نادي تونس أمشي ديوالة أرثمول في الجزائر سبعد انتي دي روميني تونس أمشي مدي بضر داقل زيري قبيلة لذي فد ولكن يلحان يقدم من أرزات النضال السياسي خطر يقال بالنسبة إليه النضال ضد الاستعمار اسمه مكند العقيدة ديون 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 الأمر في شغل نقوليس ولهذا الأمر يسر سيمان يسير كل حياتي يسخرت ونشتا وننادى يلعبون دور مقر باش هادي حيو شوية نسادي مدوكاليس حياة ثقافية دي مانا وذنوني دي أجان نادي طارقي نوذنية أوزدن باش كنية أتسؤسس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين كون كان النادي طارقي وننادى شحاليك خد الشيخ توفيق المدني الله يرحمه ربي باش هذا وظن غادي يسوي هذا وظن اللي بغي تسؤسس الجمعيه ما كني ديون ران باش سارني فرنسا قلان تحتفل النقد سنوات يعني شهور وشهور باللي في الجزائر ثوال تا فرنسيس داينا خاطر القرن قلان داكيا ثوال مرتقي ذاك السن ماشي ذاك لنا كوني غادي برانين مرتقي والجمعيه تأسيسي نسبة شدينين لا ذوني ذي الفكرير كل جيجا دي تأسن أما ذي الشيخ بن باديس أما الإبراهيمي أما تبسي غاثي رحمة ربي أما الشيخ توفيق المدني في لسيع فربي رحمة وننات فيما بعد من سارة يغال من العام الجمعية على 154 على 156 وإلا نسيد رئيس تحرير البصائر نسيد خطر البصائر نسيد لسان جمعية العلماء إني أين يعني البصائر نسيتي دي سعبيرا في المنهج يتلاث فدفلاس جمعية العلماء أما كني قلا ثانية يتسارو دطاس من الفريق يقلان يتسارو الشهاب يقلان ديون الجولان إذا خدم شيخ عبد الحميد بن باديس فلاس يعفو ربي يرحم الشيخ توفيق المدني إذن إلا إلك المدايقي ينوضل ضد النسيان ضد الغزو ضد الثقافة اللي غيد بويني روميين باش هذا المحوني لكل الشخصية الجزائرية توفيق المدني أم الأحرار النظريين الكل وهين خدمن هذه المقاومة الثقافية باش دينين أين كدب فرنسا المحال الذي يعدي المرتقين المحال الذي يقيم المرتقين ولهذا نفت توفيق المدن في الأسياء في ربي لكن كان تنطلق ثورة يونيك غاول يلتحق بها يغاول يتأيد يغال خميس يغال القديش يسير كل دقيقة ثمان ناقص يو على ما كنت ساعي البريد نساق الحون غير الجهات المختلفة أوي الخبر أرضا أوي الأرضا أوي تكتب ثرضا عريسي درضا الكتابات المعلومات التعليمات يقول لان يقول يخذنا ثورة الكل الشيخ أحمد في الأسياء فربي توفيق المدني إلا لقداش بكى اسمي دي بضرب اسمي دي بضل وعد باش جمعية العلماء الديني عن كقليد الثورة في 7 جونفي 1956 حبس البصائر وحبس النشاط الجماعي وإن ندخل عن كل الثورة قلع كل ويود النغ أقلع ذيقي في نسنا ذي وقيد اللي بغي نغي في نسنا ذي قوش حال يجي بشد نيني ثم مرتقي تسعي مولان مشي ذروم يني ذي مولانيس ولهذا لقديش الناوكي خدم يا عامين ني 54 55 القيادة إلا الثورة أن الناس إلا قد تروح للوفد الخارجي خاطر الشيخ أحمد
توفيق المادة أن ينفلس يا راضي ربي. يون العالم مثقف يسن لغات يسن دبلوماسية، اختارنت باش هذه روح القاهرة باش هذه يوال عضو اللجنة، لجنة الثورة الوفد الخارجي كنيس قارن، وذينا يخدم يون دور مقر كذلك ديبلوم يعني دور دبلوماسي كبير. اسمي يدخلق الحكومة المؤقتة في 19 سبتمبر 58، يتعين أحمد توفيق المدني عضو في الحكومة المؤقتة، وزير في الحكومة المؤقتة، وزير شؤون ثقافية الحكومة، يقول يترأس الحكومة ذم زواروث، يقول يترأس الشيخ أو السيد فرحات عباس بن سنيعفر بالكل، يقال إذن ذي الوزير الحكومة المؤقتة وربي ضرع المنصبقين ألم إلا يتوسن يثبتد إيمانيس الميدان كيف كان مؤيدا وكيف كان عاملا وعضوا فعالا في ثورة التحرير، ويقوم صدوراكي أما كان يقوم الكل سلمها من سيد كلف ثورة يميل ذينا ذي الخارج. بعد الاستقلال يغلد الزاير من سامي الزايرين الحمد لله عروم يفك يسوعين وزير الأوقاف إلى وانا وزارة شؤون دينية نغو وزارة التعليم الأصلي وشؤون دينية من بعد لان قرنس وزارة الأوقاف ننسى يبدان يبناد الوزارة يقين خطرت لو لشيت إلى وان ميلاني روميين ولاش وزارة دين خطر الدولة الفرنسية كنس قرن دولة لائكية، ولهذا الوزارة ما كنت تساجدت سنول فتيد الدولة الجزائرية بعد الاستقلال، والشيخ أحمد توفيق المادة نفلا سيافور بي ننسان اتسيدي فدان ننسيدي فنان ننسيق فدان يتعين يعني لأي ما باش تسير المساجد ويخدم يوث الحجم قرص الهنزة يأسس سينو من قار التعليم الديني في الجزائر، تعليم الديني لاند لكرا المدرسة قرآنية يعني الصلاح باش تليد المعهد يحولي المعهد معهد إسلامي غيس قارنين قدم كثير سنة 64 اليوم زيغمير يسد ثمورة القبائل لبني دولة نسيك فتحن المعهد الإسلامي في بني دولة المعهد على يغال من بعد خطر تعليم الدينية في سنة 70 ميديوس المرحوم مولود القاسم يغال دينو من سما التعليم الأصلي والشؤون الدينية والتعليم الأصلي التعليم الأصلي ونسى توفيق المدني نسي روحاني مفاوضة كذا الأزهر نسي دي بين البعثة المصرية البعثة الأزهرية باش الصغران دي المعاهدة الدين، ولهذا ثلاث دولة نسى ذيك تيرن المعاهدة غير أن الجانب المادي الآخر يتكفل به المحسنون، أما كان خدمنا الناد المعاهدة بني دولة ديو تدرثة بغيحية إيثي فنان ومن بعد فكانت الوزارة ثلاث المعاهدة شحال إطارات الدولة الجزائرية دي فون هنا. إذن ننسى غادي خدمن التعليم الديني إذا مزوالو ديال الجزائر التعليم الديني قال يوال نيرضي عام 70 التعليم الأصلي سمي فاضل الوزارة يتعين سفير يخدم طاست مورا كين سلمان كسفير للدولة الجزائرية وخاطر الذي دبلوماسي محنك ولا انسان ثقافة نزه ثقافة سياسية ثقافة تاريخية ثقافة دينية ثقافة واسعة يعني زمر غادي نير الشيخ أحمد توفيق المدني ديون الموسوعة يتبيني دي يثيرينس أيني ديوران ما دي البصائر ما دي شهاب أيني ديوران غير كل في مختلف المنشورات التي نشرها تبكين انت باللي ديون شخصية يسعنا زال مقر، ولهذا إمي أما إمي لذي الوزير يخدم الدورة قيد نعاكا إمي يغال السفير في كثير من عواصم البلدان الإسلامية يخدم ثاني الواجب ذا مقرن.
ثم بعد ذلك عام 80 يتعين رئيس مركز البحث في تاريخ الثورة التحريرية والحركة الوطنية ذي البيار يسلحات كيران سكوسن وإن كانوا يطولنا خطر ديوض لجلس في 1983 في 12 أكتوبر 1983 ديوض العفور بي ويخدم الطاس طعوسيوين الطاس الخدمات يخدم المركز هكين مع ذي الوثائق وخطر الله أن سيسال علم مقرن إلى عهد العثماني بالنسبة للجزائر تاريخ الجزائر يسني ذي الكل يسن الوثائق يسن المراجع يسن الأرشيف وينفع المركز هكين عطاس الثلاثية عفر بيه وكين إذا الشيخ أحمد توفيق المدني ويتجاد أين كثا موسنيا جينس ليس فقط يخدم مثل الميدان ولكن يجسد إثيرا عطست كتابين الديجا في كتابين إن شاء الله هذا نهضر في لسن شطوح الحصان اللي زدونا خاطر نزميرا تنتيد الفاكتورة والهم يسير كل قوين يخدم قوين يورا قوين يكتب باش ديني ثمورت الجزائر لا ثمورت الجزائر تسعة شخصية ثمورت الجزائر تسعة قدود تسعة التاريخ تسعة الحرية أيدود الجزائر قبيلة راه الاستثمار أيدود الجزائر ذا حرية وإلا قد يغال ذا حرية إوا يقوم يفكى الحياة الشيخ أحمد توفيق المدني قسمي إلا ذا قلود دي تونس ألم يدي بضلك أهل الجزائر ألم يغال ذا مغارة ألم يغال المسؤول ألم يموت أدمي بضلع فربي القاضي إنس كانت هي هذه فرحم الله تعالى الشيخ أحمد حماني وجزاه الله تعالى خيرا لما قدمه لأمته لمجتمعه لوطنه أثين فاربي سويني ديجا السجادة ربي إن شاء الله في دي أيفوس والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.